شكرا واخا بقى معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن مشاهدنا الكرام، أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الحوار المباشر مع الدراج المغربي عياد المفتاحي من موالد مدينة الجديدة، 21 سنة الآن، يتواجد بمدينة بوجدور. الكل يتساءل كيف وصل إلى هذه المدينة المتاخمة في الجنوب المغربي. نسأله ما هي آخر محطة قبل وصوله إلى مدينة بوجدور، وكيف كان الاستقبال، وكذلك كلمته حول الذين أو الداعمين الأساسيين له وهي أسرته الكريمة. لكم الخط سعيد. مرحبا، السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. الرحلة ديالي لليوم كانت انطلاقة ديالي من مدينة العيون إلى مدينة بوجدور، كانت المسافة الإجمالية تقريبا 200 كيلومتر، اللي كانت واحد طول رحلة وواحد شوية العياء اللي كان، ولكن مع الطريق ومع التواصل ديال مندوب وزارة الشباب والرياضة ديال مدينة بوجدور، يعني التشريع ديالو، يعني نسينا هاد التعب كامل، لأن في الدخول ديالي من مدينة بوجدور كان مستقبل ديالي صلاح الإبراهيمي مدير إقليم وزارة الشباب والرياضة ببوجدور، اللي كان استقبال ديالي ويعني وفر لي كاع المتطلبات ديالي بمدينة بوجدور. إذن من خلالك ومن خلال الجمهور والمتتبع والمتعطش لمعرفة آخر المراحل الآن لهذا اليوم بالنسبة للدراج، أيقونة الدراجة المغربية المواطن الذي يحمل شعار هذه المرحلة تحت شعار سي عياد. شعار الرحلة هو ملك واحد ووطن واحد. إذن من خلالك نوجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها السيد المندوب بمنطقة بوجدور صلاح الإبراهيمي. إذن شكرا سي صلاح الإبراهيمي على هذه الحفاوة، ونتمنى أن تتكرر مثلها في باقي ربوع المملكة. إذن لنا بعض التساؤلات ونتركك للراحة، لأنه ربما سوف يكون غدا، ربما يوم عطلة، ربما ستكون كذلك مرحلة أخرى. يريد الجماهير التعرف عن مرحلة اليوم الغد قبل طرح سؤالنا الذي ربما لن يكون مفاجأة لك. نعم، غدا سيكون عطلة ويكون يوم راحة، لأن اليوم أحد عند تكون العلاقة ديالي ما بين بوجدور يعني مسافة إجمالية 645 كيلومتر بشوية صعيبة، لأن في الطريق المسافة ديال 645 كيلومتر ما كاين لا تاجر أو لا أي حاجة، يعني تكون غير رمال صحراء صافي، ما كاين حتى حاجة في الطريق، يعني خاصك الأكلة والأكل ديالك وداكشي كامل تاخذو من مدينة بوجدور. إذن أنا من خلال المعلومات اللي كتعطيني كنحييك، لأنك عارف المنطقة وعندك ربما سابقة لها، لأنك الآن غتكون مزود بالاحتياجات، ونتمناو من الجهات أنها توفر لك على الأقل في الطريق، ربما تكون هذا إحدى ربما الجهات سمعنا أنها توفر لك على الأقل في الطريق المشي. ولكن لن أخفيك سرا، على أن هناك من قال مرحلة من العيون إلى بوجدور، والمرحلة يعني تقريبا 200 كيلومتر، وقد وصلتها في هذا الرقم، يعني أنه تعتبر بالفعل أيقونة الدراجة، ويعني التحدي أنك يعني برهنت عليه. إذن كيف ترد على الذين يعني يبتسمون ويشجعونك في هذا الطرح؟ يعني
يعني الرحلة اللي كانت لليوم اللي كانت من عيون من سبولتور يعني هي ما كملش 200 كيلومتر، ولكن يعني ما بقى لها والو باش تكون يعني تبقى لها غير 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر، يعني نقولوا حنايا 200 نكملوا 200. ويعني الطريق كانت شوية صعيبة لأن طول المسافة الطويلة والتعب ديال الطريق، لأن بس هذا باش غادي نداوى من جديدة لبوزدور، يعني شوية صعيبة على الظروف بالرياح، يعني الجو سخون، يعني كل يوم كيفاش تكون يوم مفاجئ، يعني كاين النهار اللي تلقى البرد معاوني، كاين النهار اللي تلقى البرد حادثني، كاين النهار اللي تلقى الحرارة البرد، يعني الأجواء ديما مختلفة. وبالحد ذات نشكر كاع الناس اللي متبعيني في صفحة ديال الرحلة المغربية المفتاحي، نشكرهم بزاف على التشجيع على الدعم المعنوي، ونشكر حتى الناس اللي تبعونا من قناة في رحاب الجامعة، تنشكرهم تنقول لكم تحية طيبة إن شاء الله. إذن من طبيعة الحال لقد أبدعت في هذا الطواف، وهذا لا يختلف فيه اثنان، لكن هناك بعض المقترحات الوجيهة، ونعرف من خلال ما صرحت به شخصيا على أن هذا التحدي هو تحدي فردي لحد الآن، لكن هناك مقترحات من بعض الأشخاص الذين يحبونك أكثر أنه هناك استعداد وتصور رائع في اعتقادي أنه سوف يستقبلونك في مدينة تطوان ويرافقونك إلى ربما سبتة أعتقد ولا العرائش، ثم طنجة، ثم يعني عبر المدن إلى مدينة مكناس. ما هو رأيك في هذا المقترح؟ نعم، مقترح جميل جدا، يعني مرحبا بهم. إذن باسمكم نعم يعني مرحبا بهم، وعلى ما أظن الربوحات محمد هو صاحب هذه الفكرة. إذن السي الربوحات هو معروف على الصعيد الوطني، له أفكار، له يعني مقومات، له يعني أفكار يعني توحي ب يعني أنها يفاجئنا في مثل هذه المقترحات، وهو يعتبرك كابنه وأنه يشهد لك بالريادة، وكذلك أنه قال لي على أنك ربما تحمل مشعل يعني الشاب المغربي يعني الذي يعني في هاجسه وفي دمائه الدراجة. إذن من خلالك أحيي السي محمد الربوحات، وكذلك السي عبد المجيد المغفول، وكل الدراجين الذين لا أتذكر أسماءهم وهم كثيرون في المملكة يحبونك كثيرا، وكذلك نشكر جميع الإعلاميين، جميع المجتمع المدني من جمعيات، وكذلك الجهات الرسمية والمسؤولة، وكذلك المندوبين الذين هم تابعين لوزارة الشباب والرياضة، وأشكر كذلك المستمعين الكرام الذين يتابعون من خلال هذه الربورتاجات. إذن مدينة مكناس إن شاء الله سوف تكون كذلك في مستوى الحدث، وسوف نخصص إن شاء الله ندوة صحفية يشارك فيها أقوى وأبرز الدراجين بالمملكة، ونكتفي بثلاثة إن شاء الله أو أربعة. هذه من المفاجآت كذلك، وإذا كانت لكم كلمة أو رسالة لأسرتك للمغاربة وللدعي من الأساسيين أسرتك. نعم، تنوجه تحية كبيرة للأم ديالي والأب ديالي، وتنوجه لكاع الناس اللي تعرفوا الرحالة المغربي أي مفتاحي أو اللي تعرفوا الرحالة المفتاحي، تنوجه لهم تحية كبيرة، وتنبغي نوجه واحد الرسالة قوية، يعني اللي تنبغي نشكر فيها الناس اللي تنتقدوني
بزاف يعني تنقول لكم مرحبا بالايجابيات ديالكم وبالسلبيات ديالكم. والمدعمين ديالي لهذه الرحله لحد راه معروفين يعني مجموعه عبد الخير ومجموعه التنسيسي اللي هما غادي يديروا واحد حفل كريم غادي يكون فيه حد سهره فنيه غادي تكون مده ثلاث ايام بمدينه الداخله ان شاء الله. ان شاء الله يعني انك برهنت على انك عياد الفتاحي كما قلتها من خلال الكتابات ديالك من خلال الاستطلاعات من ناحيه الاستعدادات وكنت في المستوى الحدث. اذا لن اطيل عليك ونتمنى ان نلتقي بك في مناسبه قادمه والجمهور يقول ما هي مرحلتك بالنسبه ليوم بعد يوم غد ان شاء الله. نعم مرحلتي بعد يوم غد ستكون داخل ان شاء الله باذن الله. إذا مدينة نعم 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 واصل نعم نسمع نسمعك نعم تكون عندي واحد النسبة اللي هي 345 كيلومتر غادي تكون رابطة من مدينة بولدور داخلة إن شاء الله. إن شاء الله إذا كل الأماني نتمنى كل التوفيق ورقني تعاملك أنك لا ترد على كل الانتقادات وأنا لا أعتبرها انتقادات ولكن تحفيزات. إلى اللقاء. نعم إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن مستمعينا الكرام كان هذا استجواب مباشر مع أيقونة الدراجة الهوائية ونحن على يقين أننا لا ندعم إلا من كانوا في مستوى التألق وكانوا مواطنين حقا وكانوا من الشباب الغيورين على مملكتنا الحبيبة. كان معكم موفد جريدة في رحاب الجامعة وممثل قناة أخبار ثقافة العالمية. ألقاكم في رعاية الله.